الحد الذي سمعنا الأبيات فيه هو تحمل الحديث. والتحمل هو أخذه عن الشيخ وتلقيه عن الشيخ وأخذ الحديث وأداؤه. يقال له التحمل والأداء. فالتحمل الأخذ عن الشيوخ والأداء الإعطاء للتلاميذ ونقله إلى التلاميذ. فهذا تحمل وهذا أداء، أخذ وإعطاء. فالأخذ تحمل والإعطاء أداء. أخذه عن الشيوخ يقال له تحمل تحملا، وإعطاؤه للتلاميذ يقال له أداء. والكلام هنا والأبيات التي سمعناها تتعلق بالتحمل، أي في وقته وزمنه وحال من يتحمل. فإنه قد يتحمل وهو مسلم ويؤدي وهو مسلم، ويتحمل وهو مستقيم ويؤدي وهو مستقيم، أو يتحمل وهو كبير ويؤدي وهو كبير. لكن هناك حالات، وهي ما لو تحمل في كفره وأدى بعد إسلامه، أو تحمل في صغره وأدى بعد بلوغه، أو تحمل في فسقه وأدى بعد توبته وعدالته. فالذي يبحثه العلماء وفيه الإشكال هو هذا الثالث، إذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه، أو تحمل في حال إسلامه أو في حال صغره وأدى بعد بلوغه، أو تحمل في حال فسقه وأدى بعد توبته واستقامته وعدالته، فهذا يقبل ويعول عليه عند جمهور العلماء. قال بعضهم بخلاف ذلك ولا عبرة بهذا، لأن المعروف في الأحاديث وفي الوقائع التي عول عليها الصحابة وعول عليها من بعدهم اعتبار هذا، وهو أن الكافر إذا أسلم وقد تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ومن ذلك ما جاء في قصة ابن سفيان مع هرقل العظيم الروم، والحديث طويل، قد أورده البخاري رحمه الله في أول الصحيح، والحديث قصة هرقل ابن سفيان مع هرقل وسؤاله أبا سفيان، ومعه جماعة من أصحابه قدموا إلى الشام للتجارة، وقد بلغ إلى هرقل عظيم الروم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فبحث عن جماعة من العرب في بلاده، فدل أو دلوا على جماعة التجار ذهبوا من الحجاز إلى الشام، وفيهم أبو سفيان وهو أقرب أولئك الحاضرين نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحضرهم وجعل أبا سفيان أمامهم وجعل الباطين وراءه صفا وراءه، وقال إني سائل هذا الرجل، فإذا كذبني فردوا بينوا الكذب. ثم إنه سأله أسئلة مشهورة معروفة كلها أجاب عليها أبو سفيان، واستنتج منها هرقل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نبي ورسول من عند الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد حدث بهذا أبو سفيان في حال إسلامه،
قص القصة ورواها عنه ابن عباس وأثبتها العلماء في كتبهم وأثبتها أصحاب الصحيح وغيرهم في كتبهم، فدل هذا على اعتبار التحمل في حال الكفر إذا أدى بعد الإسلام. كذلك قصة كبير بن مطعم قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسمعه يقرأ في المغرب بالطور، كان سمع ذلك في حال كفره، كان هذا في المفاوضة في حول أوسار بدر، كان قدم إلى المدينة في هذا الخصوص وسمع أن الإسلام يقرأ في المغرب بالطور وأخبر بذلك أو حدث بهذا بعد إسلامه، دل هذا على التحمل في حال الكفر والأداء في حال الإسلام، وقد اعتبر ذلك العلماء. كذلك بالنسبة للصغر، كذلك بالنسبة للصغر، إن كثيرا من الصحابة الصغار الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ وقد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث قبلها الصحابة والتابعون ورواها بعضهم عن بعض وأثبتوها في الصحاح والسنن والمسانيد، كل هذا يدلنا على اعتبار تلك الرواية وأن التحمل في حال الصغر معتبر إذا أدى بعد البلوغ. ومن أمثلة ذلك النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان من صغار الصحابة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وقد روى أحاديث مثبتة في الصحيحين وفي غيرهما وفيها تصريحه بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث النعمان المشهور الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه عرضا، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يشك أن يرجع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم رواه النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان بن بشير 8 سنوات، فهو تحمل في صغره وأدى بعد كبره، أدى في كبره تحمل وسنه دون الثامنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره 8 سنوات، فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة. فالتحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر معتبر عند العلماء عند المحدثين يعولون على ذلك. وكذلك أحاديث أخرى جاءت عن النعمان بن بشير، ومن ذلك حديث الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فإنهما من صغار الصحابة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما دون الثانية، فإن الرسول فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تزوج فاطمة بعد غزوة بدر، غزوة بدر كانت في السنة الثانية، قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفين كما في الصحيحين، يعني جملين أعطاهما إياه من الخمس، وكان عقلهما عند بيت من البيوت، وكان يريد أن يذهب مع قيم إلى الفلات ليأتي بإذخر ليبيعه على الحدادين على قيم وعلى الذين يقومون بهذه الأعمال ليستعين به على وليمة فاطمة، هكذا جاء الحديث، يستعين به في وليمة فاطمة رضي الله تعالى عنه. فالزواج علي رضي الله عنه
يعني بعد غزوة بدر، لا أدري هل هو في سنة الثانية أو التي بعدها. فرسول توفي في أوائل السنة الحادية عشرة، حجة الوداع سنة العاشرة، وعاش بعدها ثلاثة أشهر وتوفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فعمر الحسن يعني ثامن بنان فأقل، وعمر الحسين دونه، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، لذلك حديث الحسن الذي يقول فيه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، الحديث لأن هذا يروي الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحسن من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات فأقل، وأخوه الحسين دونه وقد ولد بعده رضي الله تعالى عنهما. كذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فإنه من المكثرين من الصحابة في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز البلوغ، لأنه جاء في الحديث الصحيح أنه في حجة الوداع قال جئت على حمار أتان وقد ناهزت البلوغ. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع 3 أشهر، وهو يقول عن نفسه أنه في حجة الوداع قد ناهز البلوغ، ومع ذلك قد روى الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين نظمهم السيوطي الألفية في آخرها وقوله والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبدر وأنس والبحر يعني ابن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، لأن قوله البحر المقصود به ابن عباس، قال له البحر وقال له الحبر، حبر الأمة وترجمة القرآن، وهو أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إما سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم أو سماعا من الصحابة، ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة عند العلماء، سمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عديدة وروى عنه شيء كثير، بل هو أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان تحمله من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد ناهز الاحتلام، لأنه في حجة الوداع وكانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، يقول عن نفسه أنه قد ناهز البلوغ في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، يقول أنني ناهز الاحتلام. يعني ومعنى هذا أن روايته في حال الصغر، دل هذا على اعتبار ما يرويه الصحابة إلى ما يرويه الراوي إذا رواه في حال صغره وأداه بعد بلوغه، إن هذا معتبر عند العلماء. كذلك ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أول مولود ولد في الهجرة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولد في قبى، عندما قدموا المدينة أول ما قدموها توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، لأنه أول مولود ولد في الهجرة. قد روى عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث، ومعنى هذا أنه تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه، فالتحمل في حال الصغر والأداء بعد البلوغ هذا معتبر عند المحدثين، لأن العبرة بالأداء، فإذا كان عند الأداء قد كمل قد صار عنده الأهلية، فإن التحمل لا يشترط فيه ما يشترط في الأداء، لا يشترط في التحمل ما يشترط في الأداء، فيمكن أن يتحمل وهو صغير ويؤدي وهو بالغ، كما يمكن أن يتحمل وهو كافر ويؤدي وهو مسلم. كذلك الفسق، إذا تحمل في حال فسقه ثم تاب وصار من أهل العدالة وأهل الاستقامة، فإن حديثه معتبر، والعبرة في حال الأداء إذا كانت الأهلية موجودة، لا في حال التحمل، لا في حال التحمل يعتبر الأداء، حال الأداء لا حال التحمل. فمن كان فاسقا في حال
حال تحمله، وقد استقام وثاب وأحسن وأدى في حال استقامته، فإن حديثه معتبر، لأن العبرة في حال الأداء وليس في حال التحمل. ثم بعد هذا، بعد بيان أحوال الراوي وأنه يمكن أن يتحمل في حال الكبر، في حال الصغر، في حال الفسق، ويؤدي بعد زوال تلك عنه وتحوله إلى صفة الكمال وهي الإسلام في حق من كان كافرا، والبلوغ في حق من كان صغيرا، والتوبة والاهتداء والاستقامة في حق من كان فاسقا، إذا أدى في حال كماله وحال إحسانه وتحمل في حال نقصه، في حال كفره وصغره أو فسقه، فإن ذلك معتبر عند العلماء. ثم إن المعتبر بالنسبة للبلوغ هو التمييز، بالنسبة للتحمل هو التمييز، أنه لما ذكر ولما جاء ذكر ما يتعلق في حال المتحمل وأنها تختلف عن حال الأداء، يجوز التحمل ما لا يجوز في الأداء، ذكر أو جاء ما يتعلق بحال التحمل في حال الصغر، ما المعتبر؟ هل المعتبر سنوات معينة أو المعتبر تمييز؟ فمشهور عند العلماء أن المعتبر تمييز، المعتبر في حال الرواية في صغره أن يكون مميزا. التمييز قالوا هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي، يسأل ويجاب ويسأل ويجيب، ويعطي الخطاب، يرد الجواب، يأخذ ويعطي، هو مميز فاهم، عنده إدراك، عنده تمييز، عنده شيء من المعرفة، فإذا حصل ذلك فإن هذا هو المعتبر، سواء كان ذلك في بعد السابعة أو قبل السابعة أو في الخامسة أو قبل الخامسة، المعتبر هو التمييز. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بالنسبة للصغار بأنه يؤمر بالصلاة عند السبع، عندما يؤمر سبعا ويبلغ سبعا فأنه يؤمر بالصلاة تمرينا وتعويدا له، وإن كان غير مكلف، إن كان غير مكلف في تلك السن، ولكن ليتهيأ ويزداد الأمر بعد ذلك إلى أكمل العاشرة، فإنه يؤدب إذا حصل منه عدم استجابة، حصل منه تقصير في تلك الحالة، إذن هو غير مكلف، لأنه لا يكلف إلا بالبلوغ، أما قبل البلوغ فهو غير مكلف. لكن الشريعة جاءت بأمره بالصلاة وهو السابعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالتمييز يحصل في هذه السن ويحصل قبلها، وغالبا أنه إذا بلغ خمس سنوات بدأ يميز وصار يميز، هذا هو في الغالب، لكن لا يعني أنه لا يميز قبلها، قد يميز وهو قبلها، قد يميز وهو قبلها، قد لا يميز إلا بعدها بسنوات، والناس يتفاوتون وليسوا على حالة واحدة، منهم الذكي الفطن الذي عنده الاستعداد والتهيؤ في السن المبكرة، ومنهم من يكون بخلاف ذلك، فلا يدرك ولا يميز ولا يعقل الأشياء إلا بعد الخامسة
هذا السنة السابعة، والناس متفاوتون في ذلك، الناس متفاوتون في هذا. ثم إن هذا فيما يتعلق بالنسبة للتحمل والسماع، وقد كان العلماء المحدثون يحضرون أبناءهم في مجالس الحديث في حال صغرهم من الخامسة وما بعدها، يحضرونهم مجالس العلم ومجالس الحديث ليعتادوا وليتمرنوا ولينشأوا نشأة طيبة على تعلم العلم النافع وأخذه وملازمة أهله في سن مبكرة. أما كتابة الحديث وضبطه وإتقانه فهذه تكون عند الاستعداد وعند القدرة، لأن مسألة التحمل والحضور بدون كتابة وبدون الضبط والإتقان ومعرفة المعاني وما إلى ذلك فهذه تكون عند استعداده وحيث استعد وتهيأ لذلك. ومن المعلوم أن السماع كونه يحضر ويسمع غير كونه يكتب الحديث ويضبطه ويتقنه، فإن تلك مسؤوليتها أكبر وأعظم من قضية لكونه يحضر ويسمع حديثا ويرويه في حال كبره. فالضبط والحفظ حيث حصل عنده الاستعداد، وإذا قدم بين يدي كتابة الحديث أن يكون عنده معرفة بالفقه وأحكام العبادة ليعرف وليكون على علم في أحكامها، أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة وما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها في سن مبكرة، فيكون عنده فقه وعنده معرفة أولية الأمور الضرورية التي لا بد منها، فإن هذا أولى. أقول السيوطي إن هذا أولى وهذا أشد، لأنه يكون بذلك عنده معرفة لما يحتاج إليه وما هو ضروري في عبادته. أمر الصبيان أو أمر رسول الله أمر الصبيان بالصلاة وهم ابناء سبع، ومن المعلوم أن كونهم يؤمرون بالصلاة وهم ابناء سبع يحتاج الأمر إلى تعليمهم أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام إزالة النجاسة وما إلى ذلك، ليكون على فقه وعلى معرفة بالعبادة التي يؤديها. إذا قدم الفقه ونقول بذلك الفقه الضروري وليس التمكن والتوسع فيه وتوسع في دراسته، وإنما كونه عنده شيء من المبادئ وعنده شيء من المعرفة الأمور الضرورية التي يحتاج إليها المسلم في تعبده الله عز وجل، فهذا أحسن وأكمل وأشد. هذا هو ملخص ما اشتملت عليه هذه الأبيات، وبعد هذا نعود إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي هي ستة، وهي قوله وما بكفر أو سبا قد حمل وإن بكفر ومن بكفر أو سبا قد حمل أو فسه ثم روى إذ كمل يقبله الجمهور. يقبله الجمهور قوله في هذا البيت ومطلع البيت الذي يليه أنه إذا روى في حال كفره وأدى في حال إسلامه وحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه أو حمل في حال فسقه وأدى في حال توبته
واستقامته فإن الجمهور يقبلون ذلك ويعولون عليه, يعني بعد أن يكمل, لأن يعني الكمال بالنسبة للكافر أن يسلم, وبالنسبة للصغير أن يبلغ, وبالنسبة للفاسق أن يتوب ويحسن. فإذا أدى في حال نقصه, فإذا سمع في حال نقصه وأدى في حال كماله, فإن العبرة بالكمال والتعويل على حال الكمال, فإنه يعول على روايته وتقبل وإن كان متحملا في حال نقصه. الجمهور يقبلون هذا. من العلماء من قال بخلاف ذلك, ولكن لا عبرة به, بل العبرة بما قاله الجمهور, وهو الذي عول عليه العلماء, أثبته أصحاب الصحيحين غيرهما في كتبهم, كما هو المعروف بالنسبة لأحد الصحابة الصغار مثل ابن الزبير والحسن والحسين ونعمان بن بشير وابن عباس وغيرهم من صغار الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ وسمعوا منه وأدوا بعد بلوغهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وكذلك الكفار كما سمعنا في قصة أبي سفيان رضي الله عنه نعم بطل, وقصة زبير بن مطعم رضي الله عنه في سماعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب, وكان هذا قبل إسلامه, ثم حدث بذلك بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما قال والمشتهر والمشتهر لا سن للحمل, ليس هناك سن محدد في حال الصغر يقال هي الفاصل وهي المقياس وهي الذي ما كان دونها يعتبر التحمل لا يعتبر التحمل وما كان بعدها لا يعتبر التحمل, لا سن للتحمل, بل المعتبر التلييف, والناس يتفاوتون في التلييف, ومنهم من يميز دون الخمس ومنهم من يميز بالخمس ومنهم من يميز بعدها, لكن الغالب التمييز بالخمس, هذا هو الغالب الخمس وما بعدها. والمشتهر لا سن للحمل, لا سن للتحمل, ما هناك حد فاصل, ما كان دونه لا يعتبر وما كان فوقه يعتبر, ما بتحديد, لأنه ما في نص, ما في نص, الناس متفاوتون أيضا بالتمييز, منهم من يميز في سن مبكرة ومنهم من يتأخر في التمييز, الناس يتفاوتون في هذا, بينهم بين شاسع فرق بعيد وليسوا على حد سواء في ذلك. المشتهر لا سن للحمل بل اعتبروا تمييزه, ثم ذكر التمييز بأن يفهم الخطاب الربط ورده الجواب, يعني ربط العلماء بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب, يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب, يأخذ ويعطي, يأخذ ويعطي, يعتمد عليه ويرسل حاجات ويطلب منه إحضار الحاجات, هذا تمييز مميز, من اعتبره تمييزه أن يفهم الخطاب فالضبط ورده الجواب. ثم قال وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجي هارون على ذنبه, يعني وما روى العلماء من حكايات أو قصص عن الإمام أحمد بن حنبل وعن نجي هارون والمقصود به موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ, قد جاء عن الإمام أحمد أنه قيل له إن بعض الناس أو أن أحدا من العلماء يقول لا يعتبر التحمل إلا عند البلوغ, لا يعتبر التحمل إلا عند البلوغ, فقال بئس ما قال, بئس ما قال هذا القائل, يعني وأنكر أن التحمل لا يكون إلا بعد البلوغ, وقال ماذا يفعل بسفيان بن عيينة وهو وكيل هؤلاء الذين وأمثالهم الذين رووا في سن مبكرة وحضروا مجالس الحديث وهم صغار جدا, ومع ذلك نقلوا الحديث ونقلوا في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم, و
وأوضح من هذا كما عرفنا الصحابة الصغار الذين تحملوا في حال الصغر وأدوا بعد البلوغ، قد اعتبر العلماء أحاديثهم الأوضح ما يستشهد به، الحسن والحسين ومحمد البشير بن عباس بن الزبير غيرهم الصغار الصحابة الذين تحملوا في صغرهم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ ثم أدوا في حال كبرهم. وكذلك ما جاء عن موسى وهارون الحمال أنه قال إذا فرق بين البقرة والحمار، إذا فرق بين البقرة والحمار حصل تمييزه، لأن ينزل على حال، يعني ما جاء عنهم وعن غيرهم نزل على التمييز، نزل على التمييز. وما رواه عن أحمد بن حنبل وعبد الأجل هارون على لا نزلي، وغالبا يعني لما ذكر أنه لا حد للتمييز بسن معينة، لا بخمس ولا بست ولا بأقل ولا بأكثر، لكن قال غالبا، يعني يحصل غالبا التمييز إذا خمس غبر، يعني مضى من عمره خمس سنوات، إذا مضى من عمره خمس سنوات غالبا يحصل التمييز، هذا في الغالب لا بالتحديد، هذا هو الغالب، والناس يتفاوتون، لكن غالب الناس يكون بهذه السن، قد يكون دونها وقد يكون بعدها، ليس الناس على حد سواء في التمييز، لكن هذا هو الغالب. فالمعتبر عند العلماء التمييز، ولا حد لسن معينة للتمييز، لكن الغالب خمس سنوات، إذا ما مضى من عمر الإنسان خمس سنوات يكون قد ميز. قد جاء في الحديث عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه عقل مجه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه من دلو في دارهم، لأنه عقلها عمره خمس سنوات، عقلها وعمره خمس سنوات. كذلك ما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه عام الخندق في سنة الخندق، يعني كان يذكر قصة، وكان هو وبعض الصحابة كانوا في مكان وكانوا ينظرون في هذا المكان ويرى أباه ويخبر أباه بأنه رآه. ومعلوم أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى للهجرة، والخندق في السنة الخامسة أو قبلها، الخندق لما هو في السنة الخامسة أو قبلها، فقد ذكر أو أخبر بهذه القصة وعمره في هذه السنة المبكرة، فغالبا يحصل التمييز في خمس سنوات، لكن قد يكون قبلها وهو قليل، وقد يكون بعدها وهو كثير، والناس متفاوتون وليسوا على حد سواء. غالبا وغالبا يحصل إن خمس غبر، يعني يحصل التمييز إن خمس غبرت، يعني مضت من عمر الإنسان وحده الجل بها، وحده الجل من جل العلماء بها، يعني بالخمس، استنادا إلى قصة محمود بن الربيع بالمكة التي مكها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، وحدث بها وأخبر بأنه يذكرها ويعقلها، ثم استقر عند العلماء عدم التمييز بهذه السن، ولكنها تعتبر غالبا في السن التي يحصل بها التمييز، لكن استقر الأمر على من يعتبر التمييز، فمن ميز قبل السادسة الخامسة وفيها أو بعدها فتمييزه هو المعتبر وهو مشتهر عند العلماء. أما ما يتعلق بالكتابة وبدئها وضبط الرواية فهذا لا يحدد بهذه السن، وإنما يكون حيث يكون عنده الاستعداد، لأن التحمل بدون كتابة ليس كالتحمل عن طريق الكتابة، لأنه قد لا يتمكن من الكتابة في سن مبكرة ويتمكن من السماع، وكونه يتذكر بعض القصص التي جرت له والأحوال التي جرت له، فالكتابة يكون بدءها وضبطها
حيث استعد لها وكان عنده القدرة عليها والتمكن منها والاستعداد لها. ولهذا قال وكتبه الحديث وربطه حيث استعد وكان عنده الاستعداد. وإن يقدم الفقه قبله أسد وإذا قدم بين يدي كونه يكتب الحديث أن يكون عنده شيئا من معرفة الفقه فهذا أسد وأحسن وأجمل وأفضل ليكون على علم بأمور دينه وأمور عبادته ولا يتعبد به إلى الله عز وجل. لكن هذا لا يكون بالتوسع والتمتع فإن هذا قد يشعر حديثه عبادته ويكون من الأمور الضرورية دون التوسع والتغلغل والتمكن فإن هذا أشار الناظم السيوطي إلى أنه أشد أي أحسن وأفضل. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات.